بيكم مرة تانية في قناة HTM Photography. النهاردة هنتكلم ازاي بقى نصور بطريقة واحد محترف، يعني ازاي هنصور بالمود المانيوال مود. طبعا كل الكاميرات فيها اكتر من مود، بس مش معقولة تكون جايب كاميرا DSLR وتصور بالاوتو مود او الابرتشر مود او الشاتر سبيد مود. فالنهاردة عشان تصور بطريقة محترفة هات الكاميرا، جهزوا الكاميرات، وهنطبق شوية حاجات مع بعض. أهم حاجة قبل ما نطبق أي شيء لازم نعرف إيه هو مثلث التعريض أو اللايت ميترينج ميتر أو الإكسبوجر ميتر وإزاي نظبطه. لو عرفت تظبط المثلث ده صدقني أنت تعتبر نفسك محترف من النهاردة، لو عرفت تطبق اللي أنا هقولك عليه ده. خليكم معانا، بعد الفاصل هنرجع ونبدأ نشرح إيه هو مثلث التعريض وإزاي نظبطه. خليكم معانا. طيب، مثلث التعريض هو اللي ظاهر في الصورة قدامكم ده. ده بيتكلم عن ايه؟ عن ثلاث حاجات اساسية. اول حاجة فتحة العدسة الابرتشر، تاني حاجة سرعة الغالق هو الشاتر سبيد، تالت حاجة الاي اس او. خلينا نبدأ نتكلم عن فتحة العدسة. احنا قلنا في الحلقة اللي فاتت ان فتحة العدسة كل ما الرقم بيصغر كل ما فتحة العدسة بتزيد، يعني إضاءة أكتر بتدخل، يعني عزل أكتر بيحصل للمشهد ما عدا الهدف اللي انت بتصوره، بيسموه اللي هو depth of field. كل ما بتكبر فتحة العدسة كل ما بيحصل عزل، كل ما بيوضح الهدف اللي انت بتصوره. ده خلينا متفقين على المبدأ ده. والمبدأ التاني اللي برضو مهم في فتحة العدسة، ان كل ما بتكبر فتحة العدسة ضوء اكتر بيدخل. اوكي، طيب حاجة تانية بقى، الشاتر سبيد نمرة 2. الشاتر سبيد كل ما بيزيد الشاتر سبيد كل ما بيقل الضوء، كل ما بيقل الشاتر سبيد كل ما بيزيد الضوء. اوكي، لما بيزيد الشاتر سبيد، لو بتصور حاجه متحركه وزودت وعايز تثبت الحاجه دي في الصوره، مثال زي مروحه بتلف، عايز تصورها وتخلي الصوره بتاع المروحه ريش المروحه ثابته، زود الشاتر خليه سريع زي ما هو واضح في الصوره هنا. بنزود الشاتر بتثبت اكتر المروحة، انت ممكن تصورها وتلاقيها ثابتة تماما كأنها ما بتتحركش. قلل الشطر هتلاقي ان الحركة في حركة ظاهرة في الصورة. كل ما بيقل الشطر كل ما بتزيد حركة في الصورة، كل ما بيقل الشاتر سبيد كل ما الضوء اللي بيدخل للسنسور اكتر. دي مبادئ لازم تعرفها. طيب الحاجة التالتة الاي اس او. الاي اس او كل ما بيقل الصورة بتبقى صافية ما فيهاش تشويش ما فيهاش نويز، كل ما بيزيد بيحصل النويز، بس طبعا في الفول فريم مش هيحصل نويز غير في حالة لو رفعته جامد جدا جدا. فده الاي اس او بنستعمله في تعويض الضوء لو انت خلاص استنفذت كل حاجة بالنسبة للعاملين الاولانيين، فتحت العدسة على الاخر ما تقدرش تفتحها اكتر من كده، الشاتر مقلله للنسبة اللي تقدر تشيل بيها الكاميرا وهي 1:60
أو 1/6، 6 أجزاء من الثانية. أقل من كده مش هينفع تتصور والصورة تطلع ثابتة، هتلاقيها مهزوزة. فدي حدود، ما ينفعش إلا إذا معاك ترايبود. الترايبود ده موضوع تاني. من غير ترايبود أقل سرعة تقدر تشيل بيها الكاميرا والصورة تطلع مش مهزوزة 1.6. اعتبرها يا سيدي 1.8، أي سوري أنا آسف مش 1.6، 1/6، 1/6 أو 1/60، اعتبرها 1/8، يعني 1/80، دي أقل سرعة. حكمت نفسك بالجزء ده، عوض بقى بالآي اس او. دلوقتي بعد الفاصل هنشرح لايف، هنجيب هدف هنصوره، هنظبط الاكسبوجر، هنظبط مثلث التعريض مع بعض، جهزوا الكاميرات، واللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويعملوا زرار الجرس عشان يوصلكم كل الكورسات الجديدة، وخليكم معانا بعد الفاصل هنرجع على طول. مثال حي، ازاي هنظبط الاكسبوجر، مثلث التعريض، فتحة العدسة، سرعة الشتر، الاي اس او، ازاي ده الهدف اللي هنصوره، هنتعلم ازاي هنصوره مظبوط على الوضع المانيوال. اهم حاجة الوضع المانيوال، ده هدفنا من الحلقة وهدفنا من الكورسات دي، ازاي نستعمل الوضع المانيوال. لانه حرام تكون عندك كاميرا دي اس ال ار وتستعمل وضع ابيتشر مود او شاتر مود او اوتو مود او بروجرام مود. المانيوال هو ده الحاجة الصح. خليكم معايا وهنشوف بقى دلوقتي ازاي هنظبط التصوير، واللي عنده كاميرا يجهز الكاميرا، وهنعمل الخطوات مع بعض خطوة خطوة. هنشغل الكاميرا ونفتح، ندوس على المنيو عشان نشوف احنا قدامنا ايه الوضع على السكرين. دلوقتي الوضع بيقول ايه، فتحة العدسة اف ستوب 2.5 و الشتر 1/4 من الثانية. سرعة الشتر دي بطيئة جدا، بطيئة لدرجة ان هي لو انت شايل الكاميرا بايديك الصورة تطلع مهزوزة، فمش هينفع ان احنا نصور على سرعة شتر 1/4 من الثانية. الاي اس او 100، تمام. طيب انا عايز اصور الهدف بحيث ان يكون واضح وبارز واللي حواليه مش باين، يعني عايز اخلي الهدف بارز، فهفتح العدسة عندي على اخر حاجة. انا عندي اقصى فتحة للعدسة دي 1.8، هنفتح العدسة هنعملها على 1.8، تمام. شايفين المتر ده، الميجرمنت ده، اقرب بس العدسة للشاشة، شايفين ال ده المتر اللي اسمه اكسبوجر ميتر. شايفين المؤشر رايح ناحية اليمين، المؤشر لما يروح ناحية اليمين يبقى اوفر اكسبوز، الصورة يعني ضوء زيادة، اضاءة كتير. لو اقل، لو ناحية الشمال، يعني اضاءة قليلة. طيب انا عايز ارفع الشتر، ارفع الشتر، هخلي الشتر مثلا علشان يكون حاجة معقولة 1/10 من الثانية. اهو الشتر ده، الشتر دي فتحة العدسة الاف ستوب، المود اللي هو المانيوال، والاي اس او 100. طيب كده ايه بقى، المؤشر راح للناحية التانية، ناحية الشمال، بقى under expose. اعوضه بايه، فاتح العدسة على الاخر ومصور على شتر 1/10، كمان ممكن نزود الشتر، خليه مثلا 1/15، سرعت الشتر شوية under expose. هعوض ازاي،
اعوض بالاي اس او. ازاي بقى؟ بنضغط على الاي اس او وبنحرك الاي اس او، بنزوده، بندخل اضاءه زياده، بنعوض الاضاءه. خليت واحد على 250 الاكسبوجر ميتر، بقى في النص، بقى مظبوط 100%. تعالوا ناخد صورة ونشوف. هذه الصورة اهي، اكسبوجر مظبوط 100%. طب تعالوا ناخد مثال، لو الاكسبوجر مش مظبوط، هنخلي نرجع الاي اس او تاني على 100. تمام كده، اندر اكسبوز. تعالوا نصور على نفس الوضع ده ونشوف الصورة هتطلع عاملة ازاي. بقت اغمق شوية، طبعا مش باين في الكاميرا هي في العدة ستة الموبايل، ولكن هتبان. انا شايفها اوضح بكتير انها اغمق شوية. تعالوا نجيب الصورة اللي قبليها، شوفوا دي فاتحة ازاي. ده الاكسبوجر المظبوط على الاضاءة بتاعت الاوضة، والاكسبوجر ميتر مظبوط 100%. اندر اكسبوز بقى ايه، اغمق شوية، ضلمت شوية، شايفين فرق؟ مش وحشة برضو، طلع حلوة. انت ممكن مش شرط انك تظبط الصورة على الميتر مظبوط 100% في النص، لا. انا دايما عن نفسي بقللها سنة، بخليها ناحية الشمال شوية، بخليها اندر اكسبوز سنة. نرجع تاني، تعالى نظبط بقى الاكسبوجر ميتر تاني زي ما كان. ندوس على الاي اس او ونظبط الاي اس او تاني، نرفعه ل 250. 250 الاكسبوجر على الزيرو بالظبط، الاكسبوجر ميتر مظبوط على الزيرو بالظبط، يعني الصوره المفروض تطلع كده مظبوطه 100%. بس انا دايما افضل انزل سنه عن اقلل شويه عن الزيرو، هتدي الصوره احلى بكتير. يعني مثلا اخليه على 200 الاي اس او، شوفوا الميجرمنت الميتر اقل شويه من الزيرو، مش اقل، مش بستوب كامله، اقل شويه. ناخد صوره كده، كده الصوره بصراحه مظبوطه جدا. هعرض لكم الصور دي دلوقتي اللي احنا صورناها. دلوقتي انا غيرت الاضاءة في الاوضة، زودتها، هنعمل تجربة تانية. هنا فتحة العدسة 1.8، شاتر 1/15، اي اس او 250. طبعا الاكسبوجر رايح على الاقصى اليمين، معنى كده ان الاضاءة زيادة. تعالوا ناخد صورة ونجرب، شايفين الصورة عاملة ازاي؟ اوفر اكسبوز. طيب نعمل ايه بقى؟ نجرب مثلا نقلل الشاتر، هنزيد الاضاءة، هنزود الشاتر ونقلل الاي اس او شوية.
عايز الايزو مثلا على 100 والشطر 1/80 1/80 شايفين اكسبوجر 0. تعال ناخد صورة. كده الاكسبوجر مظبوط. احط لكم الصورة دي برضو. طيب عايز لو عايز اوضح الخلفية بتاعت الصورة مع الهدف وعايز كل حاجة في المشهد دي تكون واضحة، هنعمل ايه؟ هنفتح هنقلل فتحة العدسة، هنعملها مثلا F13. ضيقت فتحة العدسة جدا، F13. شوف الاكسبوجر اندر اكسبوز، نزل المؤشر على الشمال. طيب عايزين ندخل إضاءة أكتر، نعمل إيه؟ خلينا ننزل الشاتر سبيد. هنقلل الشاتر سبيد، سوري الشاتر سبيد هنقلله لغاية 1/8، لسه أندر إكسبوز. نرفع الأي إس أو شوية، على 400. نجرب كده الاكسبوجر ميتر اقل من الزيرو بسنه صغيره، حبه بسيطه جدا، ما نزلش ستوب كامله. ناخد صوره. شايفين ايه اللي حصل؟ نفس الاكسبوجر اللي صورنا بيه الصوره اللي فاتت اللي هي دي، شايفين الصوره دي؟ الخلفيه هنا بلير مزغلله. شوف الصوره التانية، نفس الاكسبوجر هو هو لكن الخلفيه واضحه. شايفين واضحه ازاي؟ نرجع تاني، الخلفيه بلير مش واضحه. هنا لما قللنا فتحه العدسه، لما صغرنا فتحة العدسة يعني كبرنا الرقم بقى 13 بدل 1.8، بقت كل اللي في المشهد الديبث اوف فيلد وسع كبر، فكل اللي في المشهد باين. أتمنى تكون الفكرة وصلت، وخليكم معانا، اللي ما اشتركش في القناة يشترك، وهنكمل شرح. أتمنى تكون الصورة وضحت دلوقتي. حابب بس أأكد على معلومتين الحقيقة. أول حاجة، نتفق إنه اللايت ميتر أو الإكسبوجر ميتر لو المؤشر جه على اليمين أو بالزائد معناها إنه إضاءة زيادة، لو المؤشر راح على الشمال او بالماينس يبقى الاضاءة اقل. حاجة تانية عايز برضو اوضحها، زي ما شفنا في الصورة الاولانية الفرق بين الصورة الاولانية والصورة التانية مع ان نزلنا بالاكسبوجر الفرق ما كانش كبير، ده علشان الكاميرا فول فريم. في الفول فريم الفروقات دي بسيطة جدا، لكن لو الكروب فريم هتلاقي الفرق من اول ستوب نزلت، هتلاقي فيه فرق واضح. فالحقيقة انا ما عنديش كاميرا كروب
دلوقتي أشرح عليها، لكن جربوا كل واحد يجيب الكاميرا بتاعته ويجرب نفس الستوبس اللي عملناها، نفس فتحة العدسة اللي هي 1.8، يجرب نفس الشاتر سبيد اللي هو 15 او 1.15، اللي يجرب الاي اس او ال 250 وال 200 وال 100. بدأنا بال 250 وبعدين نزلنا على ال 100 وعملنا التالت صورة على 200 اي اس او 200. جربوا وابعتوا لي في الكومنت الصور طلعت ازاي. ممكن كمان ابقى احط ايميل تبعتوا لي الصور اللي صورتوها اشوفها برضو، واي استفسارات اسالوني على طول وهكون معاكم ان شاء الله. وخليكم معانا، وباكد مره تانية اللي ما اشتركش في القناه يشترك وفعل زرار الجرس عشان يجيلك الكورسات باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.